فيديو شو هلا؟ فيديو مرقص فيه. شو يعني؟ شو حكت له؟ فيش بكره لازم اعمله قدام كل طلاب المدرسة. وإذا ما عملته رح ينتشر الفيديو بكل مكان. شو ليش؟ ما بعرف ورجيني اللابتوب. لا رقصتي كيف رقصت لها؟ برقص عشان اشوف ابني الزلمه. بدي افهم انت ليه بتكرهني. شو بتحكي؟ ولا ليه بتعمل معي هيك؟ لانك تغلط لازم. شو يعني بغلط؟ انا صغير لساتني صغير. انت فكرك ليه رحت وحكيت مع هاي البنت اللي اصلا ما بعرف شكلها؟ لأنه ما في حدا بيحكي معي، ما في حدا بيعرف عني إشي، ما في حدا مهتم إنه يعرف عني إشي، لا أنت ولا أمي ولا المعلمين ولا أي حدا. إيش بدكم مني؟ أموت وأريحكم؟ احكي لي اموت واريحكو. شو تموت؟ واحد يحكي هالكلمة شو تموت يا مجنون؟ انا ما خلفت ولد ضعيف عشان اول مشكلة يفكر بالموت. لا انت ابني، انت اقوى واحد، انت اقوى من الكل. اوعى تقول، اوعى تقول بموت. اوعى ارتاح لو بعدين احكي. خايف يعمل بحاله اشي. شو بتحكي انت؟ اذا صار له اشي بحياتي ما رح اسامحك، فاهم؟ هادي يا بنت. قولي هذا ابني، ابني. هادي خلاص. ها
خلاص. حكي مع هنا؟ ليش؟ ايش عم بتحاولي تعملي؟ بدي افهم. ايش تفهمي؟ انا قلت لك كل اشي. ما عم بفهم عليكي اشي دينا. ما عم تفهمي علي ولا مش مصدقيتني؟ سألتيني جاوبتك وقلت لك ماما ما في اشي، ما في اشي. استني عندك. والولد اللي عم تكتبي عنه على الفيسبوك؟ عن بابا. عن بابا. كنت حاكي للكل انه ميت وعملت اكاونتي بابليك عشان لما يفتحوا يدور علي يشوف اللي بكتبه لإله. ميت؟ ليش؟ وليش ما حكيتي لي من الاول؟ ايش احكي لك؟ ليش انت مخليتني احكي معاه؟ ما بعرف عنه ولا اي اشي وكل ما اسالك بتتهربي. لانه ما في داعي تعرفي اشي. لا في داعي. طلقتيه وجبتيني هون على هذا المكان، هذا مش مكاني. انا ما بدي هذا المكان، انا بدي غرفتي القديمه، بدي مدرستي القديمه، بدي بيتنا. خلص، بيت قديم ما في، هذا بيتنا وهاي حياتنا وبس. ما حد سالني، ما حد اخذ رايي. انت لما تركتيه ما سالتيني. والله بدك أسألك؟ معلش، ما أنت معذورة لأنك متذكرة بابا الحنون اللي بجيب لك هدايا وبعد بحكي معاكي. بس بابا هاد مش نفسه اللي كان معي أنا. وما تعملي حالك ما كنتي سامعة. أنت كنتي سامعة ويمكن كنتي شايفة كمان، بس هلأ ما بعرف ليش قررتي تنسي. تنسي المشاكل والإهانات اللي كنت أتعرض لها. ضليت أتحمله سنين عشانك مش عشان إشي تاني. بس بعدين خلص بطلت قادرة أتحمل دينا. بدك أسألك؟ ليش أنا مين عمره سألني؟ أنا عم بشتغل ليل مع نهار، عم بموت من الصبح لليل بس عشان أوفر لك عيشة منيحة، عشان ما تحتاجي حدا. بس مش عاجبك، مش عاجبتك عيشتي روحي له، مش طايقتيني روحي له. بس أنا ما بعرف له طريق، إذا أنت بتعرفي له طريق دلينا عليها. بتعرفي ليش أنت مش عنده لهلأ؟ لأنه ولا مرة فكر يسأل عنك من أول ما راح وتركنا. ما سأل عنك ولا حتى بتليفون. أبوكي اللي براسك فعلا مات. مات. Thank you.
ايش في استاذ؟ زير بدي احكي لك شيء. كان أسهل أول إشي إنه خلص مات الله يرحمه، بعدين ما حد كان يفتح هاي القصة معي. ماشي هنا، لا تزعلي. لا أبداً أنا مو زعلانة، أنت حرة، بس إحنا مو صحبات. صحبات تحكي لي كل شيء. كيف يعني مو صحبات؟ يلا عادينا، صار لي بعرفك 7 أشهر بس ما بعرف كتير شغلات عنك، ومو بس قصة أبوكي، ما حدا هون بيعرفك منيح. أنت بفكري كل إشي مؤقت، بيتك، المدرسة، والمعلمات، حتى أنا كله مؤقت عندك، لأنك رح تطلعي وتتركي كل شيء، صح؟ لا، ليه عم تحكي هيك؟ مو مهم، بس أنا جد مو زعلانة، بس بدي احكي لك اياها ان امك كثير منيحه. امبارح حزنت عليها كثير، هي كثير بتحبك، جد خايفه عليك كثير. يعني هي صاحبتك اكثر من ما هي امك اصلا. بتعرفي كم حدا بتمنى هاي العلاقه مع امه؟ خلص سامحيها. شو بتساوي؟ شوي وبنزل. لا خليك، ممكن اقعد جنبك شوي؟ ممكن. كيفك؟ رهيب، ما في احسن من هيك. اسمع يا رائد، أنا بعرف المشكلة كتير مبينة صعبة. أنا لما كنت بعمرك كل شيء كان يبين كبير، بس صدقني رح تتمنى هاي الأيام ترجع وتكون هاي هي مشاكلك. قصة فادي والمدرسة رح تنحل وأنا رح حلها. كيف؟ هلأ بتفهم، بس قبل هيك أنا وإنت بدنا نحكي شوي. رائد أنت معصب، مش هلأ، بشكل عام أنت معصب، دايما زعلان ونفسك أي حد يتنفس جنبك لتدق فيه. لمتى بدك تضل هيك؟ صدقني هاي سنين رح تتمنى ترجع. أستاذ أنت مش فاهم إشي. أكيد مش فاهم إشي، عشان هيك بتمنى نصير أصحاب وتفهمني كل إشي. في حد بيحكي معك، بدك توعدني تضل هادي عشان نخلص من هاي المشكلة ونتخطى اللي صار. طيب؟ أنا آسف، ما كان قصدي كل اللي صار يصير. كان كل اللي بدي إياه إنك تاخذ إنذار أو إشي زي هيك، بس مو كل اللي صار. رائد، أنا ميرنا. أنا اللي عملت فيك أكاونت وحكيت معك وأخذت صور وهددتك بالفيديو، بس راح احكي للكل عن 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 اللي صار بكل شيء. راح احكي للمدير، راح احكي عن الكمبيوتر اللي انكسر.
إذا بتضرب رح تثبت لي وتثبت للكل إنك تستاهل اللي بيصير لك. اهدى. على فكرة حكى معي الأستاذ زايد وفهمني كل شيء وقال لي إنه راح يحكي مع أهل فادي بعد ما زيد يحكي شو عمل. أنا وياك من بكرة لازم نزور مشرف المدرسة كم يوم، يعني حدا مختص بلكي بنفهم بعض أكتر. هلا يلا على البيت، أمك عملت لك الششبرك اللي بتحبه. بدي أحكي لك إشي. بدي ما تضربني، بوعدك أحاول ما أعمل أي إشي زعلك مني، وإذا عملت إشي وزعلت أحكي لي نحكي زي الإسلام. يلا هلا امك بتستنى فيك، في مشوار لازم اعمله. ممكن اوكي، اصلا جاي على بالي امشي، بس بوعدك ما اتاخر. ادخل. دينا شو هاد؟ ايش؟ رن الجرس ولقيته على الباب. ماما جد والله ما بعرف مين. ايش ما دينا؟ ايش ماما والله ما بعرف. احكي الصراحة. ماما بحكي لك ما بعرف والله. مش مهم، مبروك.